Bonjour à tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire une recette pour les cheveux qui cassent, les cheveux secs, les cheveux qui tombent. Donc, radin diro, la recette dial char li tayteh, char li nashuf harsh, ou char li titharris, ra'i'a, c'est agréable. Faites les jarbt hattaraka, yani dabtha déjà. زوينة الشعر وتتقوي الشعر أحسن ما يكون. هذه الطريقة تديروها تتخليو لو ماسك او موان 2 اور دونك il peut rien faire si comment dire الا ما درت الا ما درت شي حاجه مزيانه ما غاديش يضر الشعر دونك il est agréable il y a beaucoup de vitamines donc ici on a je parle pas beaucoup désolé en fait les œufs c'est le jaune d'œuf. C'est pas le blanc, c'est le jaune d'œuf. Là, on a les bananes. Moi, j'ai gardé les bananes jusqu'à qu'ils deviennent comme ça. Après, s'il y a les bananes, bien, il n'est pas la peau noire, c'est pas grave. Ça servir les deux côtés. Danone Nature. L'huile d'olive. On va casser les œufs. On va prendre juste لو جون دونك غناخدو الصفر ديال البيض وما ناخدوش البيض هنا عندنا كما قلت لكم جوج ديال الصفر البيض اللي بغى يدير ثلاثه يديرهم على حسب الشعر شحال عندكم ديال الشعر دونك سي كيلكان يا دي شوفو اي بي بيان اي بي tu peux rajouter un autre tu fais deux on va couper les bananes moi j'ai gardé la peau parce qu'il y a beaucoup de vitamines sur la peau du banane يعني تنخليو هاد القشره ديال البنان حيت فيها لي فيتامين وما غاديش تضركم اون فا ميتلا دون مون لينيكس و اون فا راجوتي ابري لي زو دابا غادي نديروها في المولينيكس يعني غادي نطحنوها كما قلت لكم البنان الا كان خضر يعني البنان نورمال تجيبوا البنانه يعني عفوا تجيبوا البنان وديروه يعني تجيبوا بنانه وحده وديروها تقطعوها سي لا ميم شوز غير انا تنخلي هاد البنان حتى يطيب مزيان دابا غادي نحرك على بركه الله هاد الصفار ديال البيض وغادي نضيف عليه الزيت البلديه انا قلت لكم على حسب كل واحد الشعر ديالو اللي عنده الشعر قوي يحاول يدير لا كونتيتي بزاف اللي عنده الشعر قوي يدير اللي عنده الشعر يعني خفيف عادي ما غاديش يعني ما غاديش يحتاج بزاف يدير غير جوج ديال البيضات كما قلت لكم بغيتو ديروا زيدوا هنا غادي نزيدو يعني هاد الياغورت اللي هو ناتور الا شفتو ياغورت ناتور يعني دانون مسوس غادي نخلو على هاد البنان وغادي نطحنو كلشي لو ريزولتا الي اغريابل بور لي شفو فو ايسيي سا اي فو دوني لا ريبونس حاولو يعني تجربوها وتعطيوني الرأي ديالكم ان شاء الله بحول الله ملي نتطحنوا تتعطينا هاد الريزلت هادي يعني زوينه وكاين كاع لي فيتامين او زنك الحديد كلشي موجود فهاد لا غوسيط هادي اللي درت غادي نزولوا هاد بديت نحركو به ولي نكش غادي نقول لكم هنا غادي نضيفوا غادي نضيفو هاد لي زو مع الزيت يعني غادي نضيفو فاراجوتي كو سا و ميلونج على فان و ميلونجي تو فاسون و فاراجوتي ان بتي بو دو لويل دوليف
صراحة جربوها وما تندموش على هاد لاغوسيط، وتخليوها في شعركم. بغيتوا تضيفوا شوية ديال العسل باش كيتفكس هاد الخليط هذا، تيتفكس في الشعر، زيدوه حتى هو يعني تيجي غير باش تيشد هاد لو برودوي هذا اللي درنا، ولا هاد الماسك اللي درناه، تيبقى شدنا في الشعر مزيان في الزغبه. تزيدوا غير معلقه كبيره ديال العسل، انا ما ضفتهاش، كل واحد يقول شويه ديالو. دونك سي كيلكان ايليم راجوتي ان كوير دو ميل، il peut rajouter comme ça le comme ça le produit il va bien mais comme je dis comme ça le produit il va fixer dans les cheveux. غير هو خصكم مني ديروه ان شاء الله، غادي تغسلوا شعركم مزيان، يعني تغسلوا الشعر مزيان باش ما يبقاش هاد. بغيتوا تصفيو هاد الشيء هذا، الا بغيتوا تصفيوه تصفيوه، بغيتوا ديروه هكا يعني تتمكسيو غير مزيان، ما تيبقى حتى شي اشكال، تيهبط كل شيء بالماء. والصراحه اللي تطيح لها الشعر ولا اللي تيتهرس لها الشعر ولا اللي يعني اللي عندها شعر ناشف وحرش، يعني احسن حاجه طبيعيه باش ما تتلقاوش، يعني حسن من الديفريساج، حسن من بزاف ديال الحوايج اللي كنستعملوهم اللي تيكونوا مضر للشعر. كاين الناس اللي تستعمل الصبغه ديال الشعر اللي هي عندها ضرر كبير صراحه، الشعر تتهرسو وهذه كلشي تيعرفها. دونك ولي برودوي دابا كاين بزاف 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 ديال الحوايج اللي خرجوا يعني شيميك، تيهلكوا الزغبه ديال الانسان ولا بو ديال الشعر. احسن شيء يعني استعملوا الاشياء الطبيعيه، وان شاء الله جيسبر vous aimez bien ma recette et vous pas oublier de faire les likes ou partage la vidéo et vous essayez quand même la recette et vous voyez le résultat c'est agréable. وان شاء الله نتلاقاو مره اخرى، واستعملوا الطريقه وما تنساوناش بالاشتراك، ونهاركم مبروك.